السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا الدكتور سعيد سعدي أمام العدالة، نقول برك للسعيد سعدي والدكتور السعيد سعدي. دكتور ماشي ما قراتوش فرنسا، قراتو الجزائر. من سقلينا كانت عنده 15 عام فقط، كان شير صغير، قراتو الجزائر ورجع دكتور. قراوه جابوا الاستقلال للجزائر. وهنا نهضر على بن بلال الله يرحمه ومصلي الحاج الله يرحمه وعلي كافي، هادو اللي ساهموا في الدكتوراه نتاع السعيد سعد. واليوم يقول عليهم بن بلال الله يرحمه جاسوس، نعم يقول عليه جاسوس، ومصالي الله يرحمه اللي حياته كامل حياته ودرها على الجزائر بأسلوبه الخاص. يقول عليه تراتر. أما علي كافي قال عليه بلي يكره القبائل، أنتي كابيل. نختم ونقول العدالة الجزائرية جازيه على أحساب أفعاله، يعني السعيد سعدي الدكتور سعيد سعدي جازيه العدالة الجزائرية على حساب أفعاله. نفكر فقط في عام 1966، كان السعيد السعدي في ثانوية تيزي وزو وثانوية بقات تدير واحد المسرحية بالقبائلية وترجمها للعربية هذه في الثانوية قال لهم حران قران كما نقولوا احنا، العربية ما تمشيش هنا في تيزي وزو، ارفضها. وطردوه 3 أيام من ثانوية تيزي وزو ومن بعد رجعوه. يعني هنا حبيت نقول هذا المثال باش تشوفوا بلي هذا البنادم هذا هو أوري ليفي اليهودي وفرحات مهني، هما كاع قاي واحد، سعيد سعدي أوري ليفي وفرحات مهني هما غير واحد. يكرهوا العرب. نختم ونقول الحمد لله مش كاع القبائل كما سعيد سعيد، الحمد لله. وزيد بزيادة نقول هذه الكلمات خفاف، السعيد سعدي وفرحة مهني ولي راسيست، سو سون دي راسيست، سو سون دي كابيل راسيست، فرحة مهني وسعيد سعدي. نقول لهم فقط بلي تحبوا ولا تكرهوا، الدم تاع العرب وتاع القبائل صاي تخلط مع بعضه، تحب ولا تكره، تموت كيما هاك، تموت كيما هاك.
لا انت ولا غيرك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.